سلام، شلونكم؟ أغاتي نحكي لكم اليوم عن البروفيسورة شادية حبال الرفاعي. ولدت بمدينة حمص السورية من عائلة تهتم بالثقافة وتقدر العلم. من صغرها كانت تحب العلوم وتأثرت بشكل كبير بمدام كور. تخرجت من جامعة دمشق باختصاص الفيزياء والرياضيات، بعدها قررت أن تدرس الماجستير في الجامعة الأمريكية في بيروت، وراها درست الدكتوراه في جامعة سنسناتي في ولاية أوهايو الأمريكية. انتقلت بعدها إلى مركز هارفارد للأبحاث حتى تكون باحثة في الفضاء، وهذا المجال كان اختصاصها موضوع الرياح الشمسية. عملت بحث مهم بهذا المجال وصارت واحدة من أهم الخبراء الدوليين بهذا الاختصاص. ساهمت في سنة 2007 بإطلاق المركبة اللي وصلت إلى أقرب نقطة للشمس. نالت شهادة شكر وتقدير من مركز هارفارد للأبحاث، وهي أيضا عضو في كثير من الجمعيات العلمية حول العالم.